بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الحلقة سنوضح How to create a file chooser in KV، أي كيف يمكن إنشاء محدد الملفات في KV. أولا بنضغط على نافذة التيرمينال ونكتب الأمر التالي، بنكتب هنا pip install KV وKVMD، وبعدها بنضغط على مفتاح الادخال انتر. وبعد ما يتم تثبيت مكتبة KV ومكتبة KVMD بنغلق نافذة التيرمينال وبنبدأ في استيراد المكتبات التالية: from kv.application import app، ولا ننسى اسم الوجه اللي هنا يجب ان تكون حروف كابيتال. وبعدين بنكتب from kv.language import builder، from kv.userinterface.box layout import box layout، وبعدها بنستخدم هنا الكيفي بيلدر لكي نكتب تصريحات كيفي، فبنكتب هنا builder.load_string، وبعدها بنكتب هنا 3 double quotes، و 3 double quotes انا هنا بفتحها لكي اكتب بداخلها السترينج، النص الخاص بالكيفي declarations. فبنكتب هنا اسم الكلاس الذي سانشئ له الواجهه، فبنكتب هنا بين علامة أكبر من وأصغر من، بنكتب هنا الفايل شوزر، وبعدها بنكتب ليبل كله وبعدين ليبل، وبعدين بنكتب هنا الأورينتيشن الخاص بالفايل شوزر. هنا أورينتينج أو الأورينتيشن هيكون فيرتيكال عمودي، وبعدها بنحدد هنا البوكس لأوت، وبنكتب هنا البوكس لأوت لكي يتم organizing تنظيم الويدجتس العناصر التي ستظهر على هذه القائمة. بنكتب هنا الفايل شوزر ايكون فيو، اي عارض الايقونات الخاص باختيار الملفات، وطبعا هيتم عرض الدايركتوريز الفهارس والفايلز على شكل ايكونز، وطبعا دي تعتبر GUI جرافيكال يوزر انترفيس خاصة بالكيفي. بنكتب هنا الكانفاس دوت بيفور كولو، وطبعا هنا بنستخدم اللوحة الرسومية لكي نرسم عليها أي أشكال سواء مستطيل أو مربع أو دائرة. طبعا بحدد هنا الكانفاس دوت بيفور، بنحددها مبدئيا ببعض الرسومات لكي أتحكم في السمات والألوان الخاصة بهذه القائمة. فبنكتب هنا الكالر اللون، خاصية اللون، هنا بنكتب اللون RGB كولو 0.5, 0.4, 0.5، أي اللون الريد نسبته 50%، اللون جرين أخضر ريشيو هنا 40%، واللون بلو هنا هيكون 50%، يعني 50%. ممكن تغير الألوان حسب ما تريد. وبعدها بنكتب هنا الريكتانجل، أي الشكل مستطيل. طبعا بختار هنا الشكل المستطيل بيتناسب مع الفايل شوزر ايكون فيو، لأن الفايل شوزر ايكون فيو بيعرض هنا الفهارس والملفات على هيئة مستطيل، فبكتب هنا مستطيل لكي أحدد له لون ولوكيشن الموقع. فبحدد أولا الموقع البوزيشن self.position، أي نفس اللي هو نفس الموقع الخاص بالفايل شوزر ايكون فيو. وبعدين بنحدد السايز أيضا الحجم، وهو نفس حجم الفايل شوزر ايكون فيو، فبنكتب هنا self.size. وبعدين بنحدد هنا on selection، أي هذا الحدث عند اختيار ملف ما، فبنكتب هنا on_selection colon root.selection، وبنكتب بين قوسين *arguments، أي هنا عند اختيار ملف من قائمة الملفات المعروضة سيكون بمثابة وسائط سيتم تمريرها داخل الفانكشن أو الميثود select. طبعا أين هي الميثود select؟ سأكتبها داخل الكلاس بعد ما أخلص تصريحات كيفي. وبعدها بنكتب هنا ليبل، بنضع أيضا هنا عنصر ليبل، أي الملصق الذي سيتم ظهور اسم الملف اللي عملنا له سيلكتنج عليه، فبنكتب هنا ليبل، وبنكتب الاي دي الخاصة به أيضا ليبل، وبنكتب هنا السايز أندرسكور هنت أندرسكور واي، أي الحجم الخاص بهذا الليبل، فبنكتب هنا 0.1. طبعا الحجم هنا بنحدده على مستوى العمودي، اي ارتفاع الخاص بالفايل تشوزر، فبياخد نسبة 10% من الفايل تشوزر.
هنا كبوكس بياخد من الارتفاع مجرد 10%. ممكن طبعا تزود هذه النسب او تقللها كيفما تريد. وبعدين بنحدد هنا ايضا لوحه رسوميه لكي ارسم عليها ايضا مستطيل، فبنكتب هنا canvas dot before color، ونحدد هنا اللون الكلر ايضا بنظام الار جي بي، فبنكتب ار جي بي كولو 0.5، اي اللون الريد بيكون هنا 0.5 اي 50%، واللون جرين هنا اخضر بيكون ايضا 0.5 اي 50%، وايضا اللون بلو بيكون 0.4. طبعا ممكن احدد هنا ميكس كلر ميكس كيفما اريد، يعني ممكن تغير هذه النسب وهتغير معاك الوان الخاصه بالليبل. وبعدها بنضع هنا الريكتانجل المستطيل، طبعا بيتم عرض الليبل هنا على هيئه مستطيل، فبرسم هنا ريكتانجل وبنحدد البوزيشن الخاصه بهذا الريكتانجل، فبنكتب هنا سيلف بوزيشن اي في نفس موضع الليبل. طبعا هنا هيرسم هنا فوق ريكتانجل خاص بالفايل شوزر بالمستطيل كله، وهنا ايضا سيرسم لي ريكتانجل لكن هذا الريكتانجل خاص بالليبل، وطبعا بحدد هنا البوزيشن سيلف نفس مكان الليبل عندي، فبنكتب هنا سيلف دوت بوزيشن، وايضا السايز الحجم الخاص به سيلف دوت سايز بنفس حجم هذا الليبل. ممكن نرسم سيركل، ممكن نرسم اليبس، ممكن نرسم سكوير، اي شيب عندي. ممكن ترسم اي شيب، لكن اخترت الريكتانجل لان الفايل تشوزر على هيئه ريكتانجل والليبل ايضا على هيئه ريكتانجل، فانا بختار الاشكال التي تتناسب معهم لكي يتم تحديد الحجم بما يتناسب مع هذه الشيبس الاشكال. وبعدين بنقفل عندي تصريحات كيفي، فبنضع الثري دبل كودز وبنغلقها بالبراكتس كده. يبقى كده انتهيت من تصريحات كيفي او النصوص الخاصه بتصريحات كيفي في هذا البلوك. بعدها بنشئ الكلاس، فبكتب هنا كلاس فايل تشوزر، وبين قوسين بنكتب هنا البوكس لي اوت سيكون مخطط، وطبعا هنا بنكتب الفايل تشوزر هو نفس الاسم اللي انا انشات له الانترفيس، وطبعا هنا هيكون من نوع بوكس لي اوت اي مخطط. وبنكتب هنا داله ديفاين سيلكت بداله سيلكت، داله سيلكت هي التي سيتم من خلالها اختيار الملفات. طبعا سنمرر اليها هنا اسلك ارجومنتس اي وسائط متعدده، وهذه الوسائط هي ستكون اسماء الملفات. فبنحدد هذه الداله وبنكتب محتوى هذه الداله، بنكتبها كالتالي: اولا بننشئ مصيده اخطاء لان هذه الداله ممكن لا تعود لي باي ملف او اسم، فبالتالي ممكن ينشا عنها ايرور خطا، فبالتالي سانشئ هنا مصيده الخطا من خلال تراي واكسبت. فبنكتب الامر سيلف دوت ليبل اي هذا ليبل دوت تكست اي النص الظاهر عليه هيساوي argumentis هي الوسائط، اي شيء سيتم تمريره كوسيط لهذه الداله. وطبعا هنا بنختار عنصرين، العنصر الاول وهو الفايل ليست قائمه الملفات وهو العنصر الثاني، وبعدين هنا بنختار العنصر الاول وهو اول اسم سيتم اختياره لاي ملف سيظهر عندي selecting. وبعدها بنقفل هنا مصيده الاخطاء، فبنكتب هنا accept، وطبعا بنمرر هذه المعالجه بدون اي اوامر، فبنكتب pass. لو عايز تكتب اي هاندل اخرى ممكن نكتب اي هاندل في حاله عدم اي معالجه في حاله عدم اختيار لاسم ملف. بعدها بننشئ هنا الكلاس الرئيسي، فبنكتب كلاس فايل ابلكيشن، وطبعا بين قوسين بنعمل انهيرتنج للابلكيشن، بنعرفه ان ده تطبيق فياخذ هنا السمات الخاصه بالتطبيق. وبعدين هنا بننشئ داله التعريف الذاتي، فبنكتب ديفاين بيلد سيلف، وهنا بنعمل ريتيرن للفايل تشوزر اي هذا الكلاس الفرعي، وهذا الكلاس الفرعي الفايل تشوزر سيستدعي بدوره هذا الانترفيس. وبعدين هنا بنعمل كولينج للكلاس الرئيسي، فبنكتب هنا فايل ابلكيشن امبتي براكتس دوت ران امبتي براكتس، وهنا هيعمل كولينج لهذا الكلاس الرئيسي، وهذا الكلاس هيعود لي بالفايل تشوزر، والفايل تشوزر بدوره سيعود لي بالانترفيس. بكده انتهينا من كتابه الاكواد. نجرب هذه الاكواد ونعاين كيف يظهر الفايل تشوزر. نضغط على ايقونه ران، ظهر لي هنا الفايل تشوزر على هيئه
ريكتانجل عندي هنا، وطبعا ده الليبل. انا هنا لم اختار اي ملف. بنجرب هنا، بندخل مثلا على مثلا يوزرز، مثلا هنا طبعا المستخدمين فيه بابليك وفيه هذا الاسم ماجد. فطبعا بنعود تاني من هنا وبنختار مثلا الديسكتوب، تظهر لي ملفات عندي على الديسكتوب. بختار هنا مثلا اسم هذا الملف، بيظهر لي الباث المسار الخاص بهذا الملف، وبيظهر هنا الاسم على هذا الليبل كما حددت هنا في الاكواد. فلو رجعنا تاني للاكواد بنجد هنا ده الفايل تشوزر، ظهر عندي على هيئه فايل تشوزر ايكونز، على هيئه ايقونات. وطبعا هنا ده المستطيل واخذ هذا اللون، وهذا اللون طبعا حددت هذه النسب وهي 0.5 0.4 0.5 خاصة بالألوان RGB. ممكن تغير هذه الألوان بيظهر معاك ألوان أخرى، وبنكتب مثلا ألوان أخرى، مثلا مزيج آخر بنكتب هنا مثلا 1/10، بنجد أن هذا المزيج بيختلف معايا وبيظهر هذا اللون. طبعا عند اختيار اسم ملف طبعا بيظهر عندي هنا على الليبل، اختار هنا اسم الملف ده بيظهر عندي هنا على الليبل من خلال السيليكشن أو أون سيليكشن عند الاختيار روت دوت سيليكت، فبيكون هنا الوسيط هنا اسم الملف بيظهر لي على هذا الليبل من خلال هذه الفانكشن او هذه الميثود. طبعا ده مجرد هيكل ستراكشر اونلي لكيف يمكن انشاء محدد ملفات فايل تشوزر. هو شبيه بالفايل مانجر، طبعا ممكن استخدمه في اي اغراض خاصه بمعالجه الملفات او التعامل مع الملفات كاكسبلورر. ان شاء الله ساترك لك في وصف الفيديو رابط به هذا الكود، يمكنك التعديل في الفايل تشوزر، وايضا يمكن وضع ايقونات ووضع اشكال اخرى والوان اخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.